فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. مع كل اللاعبين انا من وجهة نظري الشخصية هذه الصورة في مطارنا عاصف محمود، نشوف المعلق عليها، مطارنا في مطار حمد الدولي ووصول فريق ليفربول، وهذه امامكم على الشاشة. تكلم محمود عادي. لا اقول لك هذا اللي شفناه ولا واحد هو جيمس ميلنر اللي بعد الحركة بتاعت ميسي توقعنا انه خلاص انتهى اللاعب. شوف كيف عاد كلوب عاد اكتشاف من جديد واصبح واحد من افضل اللاعبين اللي في الدوري الانجليزي. ميلنر لما كان في مانشستر سيتي الكرة اللي عمله اياها ميسي من بين رجليه اللي تفاجأ فيها جوارديولا، فاعتقدنا انه لاعب نفسيا انتهى عاد وهو انتقل الى ليفربول. الله يورجن عمل موسم رائع. تعرف ان ميلنر كاريزما بتاع المدرب وكذا من اكبر لاعبين في ليفربول، من اقوى صحيح جسديا وبدنيا. صحيح انا يوم اول ما يرجعوا طبعا الاختبارات اللي يسوونها لهم اعظم من ميلنر خطا الحارس في نهائي دوري ابطال اوروبا، الهدفين اللي تسبب فيهم، عاد الموسم قال اثق فيه وعاد الموسم هذا وهو متالق قبل لا يصاب، تذكر ولا لا؟ صح اليسون بيكر ما كان اللي كان في نهائي دوري ابطال اوروبا مش اليسون بيكر. لا مش بيكر، اليسون بيكر لما خطا خطأين. لا 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 خطأين اللي يلعب في الحارس الالماني، لكن اليسون بيكر واحد من اهم الحراس في العالم، اليسون البرازيلي برازيلي البرازيلي، لكن اللي ارتكب الخطأين هو كان حارس الماني منتخب المانيا. بس الفكره يعني كيف عاد الثقه له يعني هو عمى وقف. هو شوف هو مدرب فظيع صراحه، يعني انت كيف توظف هذا يورجن هذا يتكلم كيف تتوظف بين ثلاثي مهم متسابق على، تخيل انه اثنين من ثلاثه بتنافسوا على الهدفين لعبوا نفس الفريق لعبوا نفس المبتسم، هذه اصعب شغله ممكن يديرها مدرب كره قدم في العالم. جورجن كلوب يضحك. لا يعني انت شوف اثنين مطلوب منهم يسجلوا اهداف ومطلوب منهم يتعاونوا، واثنين متنافسين على الهدافين في نفس الفريق، واثنين يتوجوا هداف البريمير ليج في الموسم الماضي، ما هم لا ثالث. كيف هذا عقود اخرى ومستوى اخر، ما عندهمش حق حتى هم يغلطوا. خلينا نكون واقعيين، يمكن كابتن منير ايضا كابتن مسعد كابتن محمود، الماني ينجح في الكره الانجليزيه، نعرف تعصب الانجليز، نحن من صنعنا كره القدم وهو اليوم رمز من رمز الكره الانجليزيه. لا شوف هذا من اساسيات التسويق حاليا الماني، صراحه تدري في تدريب المدرستين المختلفتين سبب تطور الكره الانجليزيه. الكره الانجليزيه ما كناش نشوفها كثير صراحه في الموسم الهولندي، ما جوارديولا اليوم لا ما كناش نشوفهم على مستوى دوري ابطال اوروبا، لما انفتحوا هم على المدربين الاخرين واصبحوا هذه اللي كسروا عنها شويه تنازلوا عنها. شوف جوارديولا موجود عندهم، شوف كلوب عندهم، شوف افضل مدربين، شوف مورينيو، شوف افضل مدربين في العالم موجودين عندهم، والانجليز ربما يدربوا في فرق متدنيه، يمكن لامبرد حاليا سولشير يعتبر من يعني هذول المدربين يعتبر جداد، لكن وجود المدربين حبيب العرب حبيب الجماهير الانجليزيه واصبح من كل عاشق لهذا اللاعب. رجل فان دايك، خلف فان دايك اشوفك ابو صلاح. ابو صلاح انت شفته مع فيرمينيو، يلا هذول الثلاثي المرعب ها بشعره فيرمينيو صلاح مع السبايك. شفت الواد الجل مبلط في الدسم؟ شفت. وبعدين الفريق هذا فريق في فريق ثاني، يعني انا اذكر مباراه ارسنال ليفربول اللي لعب فيها بالفريق الثاني، إذا كان عنده فريق ثاني بهالقيمة بهالقوة 5-4، مباراة انتهت في البلنتيات 5-5 أعتقد، في مباراة في كأس الرابطة ليفربول مرشح لها براس محمود؟ لا أقول لك الفريق بطولة ليفربولية؟ هو أقرب واحد. لا خلاص لا أقرب واحد منطقيا هو أقرب واحد. جاهزية حمد؟ لكن أنا مع المكسيكيين هذول ما منهم حتى واحد. شنو؟ المكسيكيين هذول خلاص ما ودي تكفى يا ودي يا ودي ليفربول نجاحة كبيرة عندهم، نجم يسكر ويلعب وش فيك نجم يسكر ترى شو اسمه مدربهم لا تصريح شو اسمه محمد أنطونيو يقول أنا أصلي لبناني، فيقول استمتعت لما جيت وأكلت كنت مشتاق للأكل اللبناني في الدوحة. جده لبناني. إيه يقول جده إيه أصوله. هذا أبو صلاح. محمد صلاح. لا مقارنة بين امبارح بين الترجي. صلاحينه. فهمني. لكن على ماتش كل شيء ممكن في الكوره فماش هذه بس لا يبقى ثقل الفريق استقرار هذه بعيده ياسر بس كل قدم ما فيها صلاح وصل على الاجواء الجميله وفريق ليفربول يبدا الصعود الى الحافله بس يجيك امامكم على الشاشه يجيك فريق نشبه يجيك فريق نشبه ويسكر لك يسوي لك حائط صد قدام هو هذا اللي يقصده الكابتن توصل البلنتيات تطلع يلفك المكسيكي واطلع I don't think he's coming guys